نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران مجموعة فيديوهات عبر حسابها الخاص على إنستغرام تظهر شقيقتها الممثلة السعودية أسيل عمران وشقيقها وهما يداعبان أرنبين في منزل لوجين. وظهرت أسيل في قمة السعادة وهي تلعب مع الأرنبين وتلاحقهما وتشاهدهما يقفزان فرحاً. وأعربت لوجين عن سعادتها بهذين الكائنين اللطيفين في المنزل وأشارت إلى أنهما أدخلا تغيراً جميلاً في يومياتها وأدخلا الحياة إلى المنزل بحركتهما الدائمة. ولفتت إلى أن شقيقتها أسيل تقول إن وجود الحيوانات الأليفة في المنزل تدخل طاقة إيجابية للفرد ووافقتها الرأي بذلك. لكن من بين المزاح صهت لوجين وقالت لأسيل أصبحت أم لأرنبين. صار عندهم ماما جديدة. لا حد أعطيك وجه والله حرام والله كسرت خاطري كيوي. I know. خبف عصر. يحك وقتي كيوي. على قولة أسيل سبحان الله كيف بعض الأحيان الحيوانات الأليفة تسحب الطاقة السلبية من البني آدم. وفعلا هذه الدعابة كانت لتمر مرور الكرام لولا نظرة أسيل بعد إنهاء لوجين جملتها وصدمتها من كلام شقيقتها التي بدت واضحة على وجهها، وهو ما فهمه الجمهور أن كلام لوجين جرح أسيل بسبب الحادثة التي مرت بها خلال زواجها وخسارتها لابنها. وتعرضت لهجوم من قبل المتابعين الذين طلبوها بمراعاة مشاعر شقيقتها وبالتفكير بالكلام قبل أن يخرج من فمها. لكن من المؤكد أن لوجين لم تقصد الأذية لشقيقتها، إنما ما قالته كان في معرض المزاح لا أكثر. يذكر أن أسيل عمران كانت متزوجة من الإعلامي خالد الشاعر وانفصلا، وفي العام 2016 كشف خالد الشاعر في لقاء تلفزيوني أنه وطليقته أسيل عمران كانا ينتظران مولودا ذكرا واتفقا على اسم الوليد له، لكن خلال فترة الحمل الأخيرة لف حبل السرة على رقبة الطفل فتعطلت بعض خلايا الدماغ والقلب، واضطر الأطباء إلى إجراء ولادة مبكرة ووضعه على الأجهزة. ولاحقا نصحه الأطباء برفع الأجهزة عنه لأنه إذا استمر على الأجهزة سيعيش بشلل تام، فوافق الأبوين على القرار. وتزوجت أسيل من خالد في العام 2008، لكنهما انفصلا في العام 2012 بعد خلافات عديدة بينهما ليعودا إلى بعضهما في العام 2014 وينفصلا مجددا في العام 2015. وفي إحدى المقابلات التلفزيونية صرحت أسيل أن واحدا من أسباب الانفصال كانت التبعات النفسية لخسارة طفليهما. وكانت أسيل ولوجين شغلتا مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الفائت بسبب إطلالتهما الأنيقة في مهرجان الجونة السينمائي الذي عقد بدورته الرابعة.